بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ትሕዝቶ ኣስተምህሮ ጀሚርና ዘለና ሓደ ዓብዪ ክታብ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዝያዳ ኣብቲ ውሽጢ ትንታኔታት እናኣተና ምስ ከድና እዚ ክታብ እዚ ብትሕዝትኡ ብፅሑፍትኡ ውሑድ ኮ እንተመሰለ ኣገዳስነት ናቱ ብዝያዳ እንዳበርሃልና ይኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ከምቲ ዝገለፅናዮ ማለት እዩ እቲ መኣልፍ እንታይ ኢሉ ኣወሉሁም ኑሕ عليه السلام رب سبحانه وتعالى زل أخم لأخاسني فأولهم نوح عليه السلام يلو أرسله الله إلى قومه لما غلو في الصالحين أبتم صالحين دمبر حق مسحالفه رب سبحانه وتعالى دماء كابز شركزي نخلاق قدماني أول رسول دماني سيدنا نوح لأقيله تم قلود قبر لهم صالحين من يوم ثلاثة بهلهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى زبها ዳሕራይ እንታይ ኢሉ ወኣኪሩ ረሱል ሙሓመድ ለ ላه ለ ወሰለም ወህወ ለذ ከሰረ ስወር ሃኡላ ሳልሒን ኢሉ እነሀ ድማ ናይ መጨረሻ መደምደምታ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜታት ድማ በብእዋኑ ነቢያት ክላኣኹ ፀኒሖም ድማ ናይ መጨረሻ ረሱል ድማ ኣነቢ ለ ሰላት ወሰላም ተላኢኾም ንሶም ድማ ኣነቢ ለ ሰላት ወሰላም ነዘን ኣስናም እዚኣተን ብኢዶም ሰይሮምን ይብል ማለት እዩ مبار ابزان ايلو معلتي تحستو انتاينا هنري مالتيو اول رسول دتل اخي نوحي ايلو نوح, نوح مسبله كمتي ابت غيتاب تدع عليه السلام ايلو مالتيو ولم يذكر الصلاة لم يقول عليه الصلاة والسلام ايبلن كمتي كما هو في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبينا محمد ترى بشي ممذكرنا عليه الصلاة والسلام نبل نسيدنا نوح مذكرهم جن عليه السلام ترحيلو ازي نمنتا اولا يبلو تمشرح نزي كتاب زي هذه عاده بعض العلماء تم قال علماء أبتم سلف كصحفن كله تم قدام زنبورو انت اذا ذكر غير الرسول عليه الصلاه والسلام انت يبلو عليه السلام ترحيلو يحلفوا مالتهم مثلا عيسى تيلم عليه السلام يبلو جبريل تيلم عليه السلام يبلو أبناء رسول صلى الله عليه وسلم كبوت لو دمان عليه الصلاة والسلام يبلو زي عادة نيتم قدام الزنبور خمزي أبقل قل علماء الله لكن مسألة هل إذا ذكر نبي من الأنبياء غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهل يقال عليه السلام فقط أم يضاف الصلاة عليه أيضا أيضا بأرين رب كان رسول نخلت أنبياء أنت دا أذكر كاسني عليه الصلاة والسلام دي ولا عليه السلام ترحل الكاخة تحلف طبعا أقوالنا علماء قالوا قال علماء انتايلهم أنه يقتصر على السلام عليه السلام ترح كاتبل إلهم نزي مرتعد وسدل دماني بما في سورة الصافات أب سورة الصافات قزحت أنبياء بيأت

ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ሰይድና ሙሳ ናይ ሰይድና ሃሩን ምስ በፅሐ ድማኒ ወተረክና ዓለይህማ ፊ ልኣክሪን ሰላሙ ዓላ ሙሳ ወሃሩን ኢሉ ፈቃላ ኣልኣክሪን ሁም ናስ ማለት ካልኦት ብድሕሪ ማለት እዞም ኣንብያ እዚኣቶም ብሉፃት ምሩፃት ዝኾኑ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዝመረፆም ስኒ ሰባት ክዝክርዎም እንከለዉ እንታይ ዝብል ገዲፍና ይብላ ኣሎ ረብና ዘ ሰላም ኢሎም ብፅቡቅ ዝዝክርዎም ኮይኖም وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون له واستدلوا بما في سورة النمل أيضا أب سورة النمل ربنا عز وجل تايلو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام له سورة الصافات من بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين له إذن بزي تمركسهم قال العلماء أن بأري

نذكرهم يبلو واستدلوا بنفس الأدي أدلة القول الأول مرتعوا من نسا تمرتعوا تم قدمت مرتع زقربون عن أغ لكن من لكنهم اختلفوا في التفسير التفسير تفلاليم وقالوا أن السلام المتروك في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على نحكم الكل ربنا عز وجل سني ليس بمعنى التحية سلام تات رح أيكونة وأنه يقتصر على لفظ التحية بل إلم وهي عليه السلام بل يقصد به الثناء والدعاء دعاء دحازة وسلام كبل كله وإذا كان بمعنى الثناء أنت دع ثناء كونو دماني نأداد نا اللو دعا أنت دعاء أنت دع دماني فالأفضل الصلاة والسلام عليهم ترى دعاء سني زيادة جير كامبري كتقرب اللو مالكا إبلو مالتيوم طبعا علماء بزاحته مالتهم القول الثاني اذا قال اي عليه الصلاه والسلام لك بصلاه بسلام ني بزبولو نسيتي راجح مالته ولذلك ابن القيم رحمه الله عليه اب كتابه كتاب جلاء الافهام دبهال اب تايلو اب كومون أب طريق الهجرتين وانتهي بالمالته وجاء في بعض الاحاديث انه اذا ذكر الانبياء يقال عليهم الصلاه والسلام ኣብ ገለገለ ኣሓዲስ ኣሎ ይብል ኣንብያ ክትዝከሩ ከለዉ ስኒ ሰላትን ሰላምን ኢኻ ብሓንሳብ ኣቋሪን ከኣኻ ትብል ስለዚ ሰላትን ሰላምን ዓለይህ ሰላት ወሰላም ኢኻ ክትብል ደለካ ይብል ማለት እዩ ላኪን ፊ ቀይር ኣንብያ እንተ ደኣ ኮይኑ ኸ ብጀካን ኣንብያ ከኒ ዓለይህም ሰላም ዓለ ሰላም ትብል ይፍቀዶ ኣይፍቀድን እንታይ ይብሎ ዑለማ ኣማ እን ጆዒላ ሸዓረን كلما جاء شخص زكي شخص قيل له عليه الصلاه والسلام فهذا من البدع نحاد بفلاي ذكرك كم زي حجي رافضه زبلوه مالتهم سيدنا علي راح تكون كلا عليه الصلاه والسلام مبالن خالو دي مبالن تقو انت دا خوينو ازي بدعي تخصيص غير كاس لكن لو قيل على وجه القلة يعني سحتي الكا كم كم دعاء الكا كم ذكر حلف حلف الكا انت دا

ولهذا جاء في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تم مصيبان شقرين كوردم كله إنا لله وإنا إليه راجعون زبلو إذا أتم فدلنا توم تيل ربنا عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم يلو إذن صلاة تذكرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا انبياء كان امبياء ونزلت زي اهم تبحلون بزي مرتعو يخون مالتي لكن اكثر اهل العلم على هذا جبريل تيلكا عليه السلام تبل مالتي نوح تيلكا عليه السلام تبل لكن انبياء الذكر كلها عليه الصلاه والسلام تدايلكا زي إيه مانع يقولون بل قال علماء نسيك خوزلو ايلو مالتهم طبعا معنى صلى الله كنبل كلنا أو صلى الله على محمد عليه السلام كنبل بالكلنا انتاي مالتي أي أثنى عليه في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون الله سبحانه وتعالى صلاتي قبر اللهم مالات. انتاي انتهي مالتي انتهي يثني عليهم رب سبحانه وتعالى نأدؤوا أب ينؤدم ولذلك نحن دم انتهي بلا لنا مالاتيو. أصل نأدوم زي كون انتهي لاني خاصني أبزح اللهم

ننبي عليه الصلاة والسلام شو ممكن كلنا نتاي كنب المالاتيو يا رب سلام نات ناتكان سلام تخان عبز حلوم نب والسلام صلاة ثنائيو والسلام دماني هو السلامة من النقائص والآفات إذا كلتين إذا دمت الصلاة والسلام حصل به المطلوب وزال به المرهوب فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات ولذلك يعني كاب قدلت كاب شريعانات ان خي قدل سلام قبر إخا حلو إخا زلو دعاء مالتيو إذا نزو مؤلف انتايلو مالتيو أول رسل زل أخم نوح يوم عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلو في الصالحين أب صالحين دنبر مسحالفو مسمر مسحالفو رب سبحانه وتعالى نسيدنا نوح قدام له لإخوهم تسبب دتال أخولا من يوم بيان هذا بيان سبب الشرك لما وقع الشرك في أول البشرية أب قدامي قد محجي شركز زي እሞ ሸይጣን ኣንፀባሪቁን ኣመላኪዑን ሽርክ ንክገብሩ ኣብ ሽርክ መሰውደቆም ሽዑኡ ሰይድና ኖሕ ተላኣይኮም መፅኦም ማለት እዮም ጠብዓን እንታይ ኢሉ እቲ ሞኣልፍ ናይ መጨረሻ መደምደምታ ድማኒ ሰይድና ሙሓመድ እዮም ኢሎም ንሶም ድማኒ ሰይሮሞን ነዘን ኣስናሚ እዚኣተን ክብል ከሎ ኣይ ስወር ወድ ወስዋዕ ወየቁስ ወየዑቅ ማለት እዩ ናይ እዚኣቶም ድማ ኣነቢ ለ ሰላት ወሰላም سيرو مكبل كله كميل وداب جزي نوح سني الرسول عليه الصلاه والسلام كنديش اشعت عامتات حالفوس كميو لكن كما قال ابن عباس انتايبل صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تناب قوم نوح زنوبورو كم بحد الشيطان وحي اوريد لهم نتوم كم نتوم نبشركزم بورو سبات نعين خوت أوان

رئي الجن نيرو جن دزارو نيرو اب كمز بوتاز تقبرو لو او خمس بولو كساب ناب مكة حيزوان مزي ولذلك اب عام الفتح يوم فتح مكة مسكونة أه كمتي ابن مسعود رضي الله عنه زبولو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا سلستمئة سوسان زخون أصنام نيرو فجعل يتعانها بعوده كان بيده

إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين زيت قوم سيدنا إبراهيم زبول ومالته إذن سيدنا إبراهيم بيدوم نزن أصنام زيئة سيرو من مالتهم إذن كسر الأوثان من المهام التي كلف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم نزي أصنام زي النبي عليه الصلاة والسلام كعنوه توحيد كنجس ازي تسرح لكلهم أنبياء مقانون مخانون بزي ابر هالنا مالتو مالتيو ان شاء الله ابتدي متس تحستو ناي درسنا خنرينا ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد <applause>